شو القصة مع الناس اليوم؟ الكل عم يتصرف بطريقة غريبة، حتى الأميرة بريا صايرة غير، تركتني لحالي وما تمشت معي، ووقت شفتها بالنمر كانت ملبكة. شو اللي عم بصير بالقصر يا ترى؟ أكيد في شي خطير، أنا لازم أعرف. بدي شوفك على التراس اليوم بالليل، لأنه في شي ضروري كتير بدي أحكي معك. أنت لازم تجي وما تتردد أبدا. لاقيك هنيك الساعة 12 بالليل. بريا، يا ربي رح تصير الساعة 12، لتكون وصلت هنيك قبلي. أنا لازم ألحق، بدي أغير ثيابي بسرعة. بريا، 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 أنت وين؟ أنا إجيت، كل عام بخير أرجو. دائماً بتلبك لما بدي نقي أواعي ألبسها. شو لازم ألبس؟ أي لون وأي موديل؟ رح يوصل أرجون على التراس، وأنا لحد هلأ لسه ما قررت أي ثياب بدي ألبس. يس، اليوم رح ألبس هالفستان. شو عرفك إنه اليوم عيد ميلادي؟ هو بصراحة يا أرجون، الرفيق الحقيقي بينسى المشاكل وبيهتم كتير باللي بيحبه. لحيك ما في داعي يا أرجون تسألني من وين عرفت عيد ميلادك. على كل حال أرجون، عن جد أنا كتير آسفة. هلأ حسيت بالغلطة اللي عملتها، أنا خليتك تعصب بسبب الشيء السيء اللي عملته. بعتذر. أرجوكي ما تعتذري، أنا كمان غلطت اليوم معك كتير وتصرفت بطريقة بشعة، وأنا كمان آسف. خلص انسي القصة، نعتبرها ما صارت، خلينا نبلش من جديد. أرجون، أنا بشكرك من كل قلبي، كمان بوعدك إنه ما رح ينعاد هالشي مرة تانية. مو مشكلة. ماشي أرجون، أنا هلأ صرت جاهزة لفاجأك وهنيك بعيد ميلادك قبل الكل، بس بدعي لربي إنك تحب هالمفاجأة، وبتمنى إني أرسم بسمة صغيرة على وشك. عن جد أنت كتير حلو أرجون، ومهضوم كتير كمان. أنا بحياتي ما قابلت رجال مثلك، ولا حتى بلندن. نيكي، أنت شو هاد اللي عم تعمليه؟ ولا شي بنوب، بس بدي أقدم لك ليلة مميزة كتير أرجون. نيكي أرجون، أنا بدي أعبر لك اليوم عن مشاعري الحقيقية تجاهك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.